وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالحب والتفاؤل والإنجازات بإذن الله. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة الغراء إذاعة نور دبي. مستمعين، صحة وسعادة هو برنامج يعني تقدمه هيئة الصحة بدبي ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، ونطرح من خلال هذا البرنامج الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ محمد صفار، ومن طاقم الإعداد في هيئة صحة بدبي بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي. مواضيعنا اليوم مواضيع عديدة، لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة أرغب أن أذكركم بهذا التنويه وهذا الإعلان الصادر من مركز دبي للتبرع بالدم، حيث يعلن المركز عن حاجته لمتبرعين بفصائل الدم التالية: A+ A- O+ وB-. على الراغبين بالتبرع التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد بحرم مستشفى لطيفة. يعني هذه دعوة لكم مستمعين للتبرع بالدم، والكل يعني ما أبغى أتطرق لفوائد التبرع بالدم وشو الأشياء اللي الواحد ممكن يحصلها صحيا، وأيضا الثواب الكبير الذي يمكن أن يلقاه من خلال هذا التبرع. عموما نذهب إلى مطالعاتنا الإخبارية لوكالات الأنباء، واليوم اخترنا لكم هذا الخبر الذي يقول: تشخيص مرض الجلاكوما ممكن قبل الإصابة به بعشر سنوات. تشخيص مرض الجلاكوما ممكن قبل الإصابة به بعشر سنوات. التفاصيل لهذا الخبر توضح لنا أن علماء بريطانيون توصلوا إلى طريقة تسمح بتشخيص مرض الجلاكوما. مرض الجلاكوما هو مرض الماء الأزرق. هذا المرض يمكن تشخيصه قبل ظهور أعراض الأولية بعشر سنوات، وتسمح الطريقة الجديدة التي توصل إليها خبراء مستشفى وسترن آي هوسبيتال، مستشفى وسترن للعيون، بالتعاون مع علماء كلية لندن الجامعية، بالتعرف إلى الخلايا العصبية في العين التي في طريقها إلى الموت، وكذلك غيرها من الاضطرابات العصبية في مراحلها الأولى. إذن من خبر الجلاكوما نحن منتم في نفس الإطار، إطار أمراض العيون، وننتقل حقيقة إلى العيادة الذكية التي تنظمها هيئة الصحة بدبي يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة 10 إلى الساعة 11 للحديث عن سبل الوقاية والعلاج التي توفرها الهيئة لمختلف الأمراض. اليوم الحلقة بتكون عن أمراض العيون، ومعنا عبر الهاتف الزميلة أسماء الجناحي. مرحبا يا أسماء. مرحبتين يا أخوي محمود. تخبرينا عن العيادة اليوم وشو عندكم؟ موضوعنا اليوم مثل ما اتطرقت أخوي محمود عن مشاكل النظر، بالأخص بعد وقصر النظر. معانا دكتور عبد النقي نتكلم فيه عن ونناقش الموضوع هذا بكل خطواته وحذافيره، وكيف نحن نقدر نتجنب مشاكل النظر. جميل. العيادة مستمرة من الساعة 10 للساعة 12. نذكر بس المستمعين بطرق التواصل معاكم. طرق التواصل معانا على تويتر والفيسكوب. على طريق الفيسكوب يقدرون يشوفون الموضوع بشكل مباشر، والرد يكون في نفس الوقت، يعني نقرأ السؤال ونجاوب عليه على طول. فهذا النقل المباشر اللي نحن عندنا، نقل بالصوت والصورة بالضبط.
طيب بالنسبة لأبرز المواضيع اللي ناويين تطرحونها من خلال هذه العيادة؟ أبرز المواضيع هي مشاكل النظر بالأخص، يعني خاصة اللي عندهم قصر نظر، بعد نظر، حتى مثلا الشخص اللي خايف من هذا الموضوع كيف يقدر يتجنب عن طريق الأشياء اللي لازم يسويها عشان يتجنب مشاكل النظر مستقبلا. طيب أبرز المواضيع. طيب حسابات الهيئة بس نذكر المستمعين فيها حساباتنا. بس أول شيء حب أذكر بموضوع عيادة ذكية، لعيادة ذكية نحن نهدف من خلال هالعيادة نحن ننشر الوعي بكل الطرق الذكية وكل الطرق في قنوات التواصل الاجتماعي. عفوا حسابنا هو DHA_Dubai DUBAI. يقدروا يتواصلون معنا حاليا، النقل المباشر موجود إذا حابين يتفضلون، ونتمنى الفائدة للجميع الصراحة. إذن الحساب هو DHA_Dubai على تويتر وعلى إنستغرام، وأيضا من خلال اللي منزلين تطبيق البريسكو ممكن يتابعون بالصوت والصورة لأحداث هذه العيادة. العيادة مستمرة اليوم لين الساعة 12 منتصف النهار أو ظهرا على حسب اللي تحبون تقولون عن التوقيت هذا، لكن فيها الكثير من المواضيع التي تخص سبل الوقاية، سبل العلاج من أمراض العيون بوجود الدكتور عبد الله نقي رئيس قسم العيون بمستشفى دبي وعدد من الأخصائيين في هذا المجال. أسمى الجناحي، نحن شاكرين لك هذه التغطية، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه العيادة، وطبعا حاولوا توصلون أصوات الجمهور على طول أول بأول إن شاء الله. شكرا جزيلا أسمى. الله. إذن مستمعينا، العيادة مثل ما ذكرنا هي مستمرة معاكم عبر حسابات هيئة الصحة بدبي، وأيضا عن طريق الهاشتاج العيادة الذكية أو السمارت كلينك. العيادة هي متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، وإن شاء الله يعني في يوم من الأيام ممكن بعد نتطرق للغات أخرى ممكن الناس يستفيدون منها. عموما أذكركم بالتنويه الذي خرج من مركز دبي للتبرع بالدم. مستمعينا، المركز يعلن عن حاجته لمتبرعين بفصائل الدم التالية: A+ A- O+ O- و B-. على الراغبين بالتبرع التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم بحرم مستشفى لطيفة. المركز أوقات العمل فيه من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة، إذا ما خانتني الذاكرة، حتى الساعة 9:00. فاللي يبغي يتبرع يتوجه إلى مستشفى لطيفة، وبالتحديد إلى مبنى مركز دبي للتبرع بالدم. وأيضا بعد الفاصل مستمعينا عندنا موضوع شيق، موضوع يهم كل أولياء الأمور، ما نتكلم عن أمراض الكبد والجهاز الهضمي عند الأطفال، وبيكون ضيفنا في الاستوديو الدكتور ياسر كمال راشد استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي لدى الأطفال بمستشفى دبي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الخاص من برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي، ليكون البوابة التي تستشف فيها الهيئة ملاحظاتكم وآرائكم، وأيضا نطرح فيها مختلف المواضيع التي تخص القطاع الصحي والطبي في إمارة دبي بشكل عام. أمراض الكبد تعد من الأمراض المؤرقة ويزداد القلق نحوها عندما تصيب الأطفال بالتحديد، لكن دائما هنالك أمل، والأمل كما يقولون نصف الشفاء. فوسائل العلاج سواء الأجهزة أو الأدوية في تطور مستمر، العالم يتقدم، ومع هذا التقدم هيئة الصحة بدبي لا تدخر وسعا في تطوير خدماتها، وخاصة تجاه الأمراض المزمنة. من هذه الأمراض أمراض الكبد، وهو موضوع حديثنا اليوم،
واللي يعني يسعدنا أن يكون ضيفنا في الاستوديو للحديث عن هذه الخدمات التي تقدم وعن هذه الأمراض دكتور ياسر كمال راشد، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي لدى الأطفال في مستشفى دبي. لكن قبل ما نبدأ الحوار أذكركم بالأرقام، أرقام التواصل معنا، يمكنكم الاتصال على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. حياك الله معانا دكتور، صباح الخير. حضرتك يا فندم. دكتور، يعني في البداية خلنا ناخذ فكرة عامة عن أمراض الكبد التي تصيب الأطفال وأسبابها. الحقيقة احنا لو اتكلمنا حضرتك عن أسباب أمراض الكبد في الأطفال فهي أسباب متنوعة. وممكن حدوث أمراض الكبد في الأطفال من أي عمر، نتوقع حدوثها من أي عمر، حتى في الأطفال حديثي الولادة. فأمراض الكبد لها أسباب عديدة، منها أسباب قد تتعلق بأمراض وراثية، أمراض سوء التمثيل الغذائي، أمراض نتيجة الإصابة ببعض التشوهات الخلقية سواء في القنوات المرارية للكبد أو الكبد نفسه، بعض الأورام قد تحدث في سن مبكر جدا، بعض الإصابة بأنواع معينة من الفيروسات، وعادة دي بتحدث في سن أكبر من الأمراض الوراثية أو أمراض التمثيل الغذائي. كذلك بعض، أنت عارف زي ما بقول حضرتك، الكبد بنسميه أو بنوصفه دائما بأنه مصفات الجسم أو مصنع الجسم. فكل دواء أو كل شيء إحنا تقريبا بناخده أو بيوصل جسمنا بيعدي دائما على الكبد، علشان يا إما يتحول من صورة إلى صورة أخرى أو يتم التخلص منه. فالكبد كل المواد اللي بناخدها سواء أدوية سواء حتى بعض أنواع من الطعام والحاجات دي كلها في الآخر لازم بتعدي على الكبد. فأمراض الكبد قد يعني الكبد معرض دائما للإصابة بأنواع عديدة من الإصابات، منها الإصابات الفيروسية، الإصابات التسممية أو الدوائية، ومنها طبعا الأمراض الخلقية. نعم الدكتور، بالنسبة للإصابات عند الأطفال هل هي تختلف في إصاباتها ما بينها وما بين الكبار، بحكم أنك أنت ذكرت أيضا أن هنالك بعض الأمراض التي لا تأتي في الطفولة تأتي في الكبار؟ طيب هذه الأمراض هل هنالك اختلاف بينها، وحتى هل هنالك يعني اختلاف في أسلوب العلاج؟ طبعا حضرتك في اختلاف ما بين أمراض الكبد في الأطفال والكبار أو البالغين. يعني عادة دايما أمراض العيوب الخلقية هنشوفها في الأطفال، مش هنشوفها عادة في الكبار. الأمراض سوء التمثيل الغذائي بتظهر برضو في سن مبكرة جدا، قد تظهر في الطفولة لكنها لا تظهر في السن الكبير. ولكن بعض الإصابة قد تكون هناك بعض الأمراض الجينية، وهي جينية بالفعل، ولكن تظهر أعراضها في سن متأخر فتؤثر على الكبار. بالنسبة للاختلال، لو جينا شفنا معدل انتشار أمراض الكبد في الكبار والصغار وإيه الفرق، غالبا احنا بنشوف الكبار لما يجي لهم أمراض كبد بتبقى أمراض نتيجة الإصابة بفيروسات أو إصابات بعدوى أو نتيجة الإصابات ببعض الأدوية أو الأورام، عادة بتبقى دي أكتر في الكبار. إنما في السن الصغير طبعا كل الحاجات دي ممكن نشوفها في سن صغير، ولكن أكتر بنشوف أمراض العيوب الخلقية وأمراض التمثيل سوء التمثيل الغذائي. طيب دكتور، ما أدري إذا تملك أرقام أو إحصائيات الإصابة بأمراض الكبد لدى الأطفال في الدولة أو على المستوى العالمي بشكل عام؟ هي طبعا أمراض الأطفال في بوجه عام، الإصابة بأمراض الأطفال هي الحقيقة الإحصاءات دايما بتختلف على حسب المرض، لأنها بتتحسبش إجمالا أمراض الكبد، لكن هي بتتحسب إجمالا مثلا نسبة الإصابة بمرض معين قد إيه في العالم. تمام، فالإصابات بتبقى خاصة بكل مرض على حدة. يعني ما تستحضرك بعض الأرقام في هذا؟ ما هو على حسب حضرتك، يعني مثلا إحنا مثلا بنقول مثلا في أمراض اللي هو الإصابة بالصفراء المباشرة في الأطفال، في نسب لكل، يعني بيتسبب في إصابة الصفرة المباشرة في الأطفال أمراض عديدة زي ما ذكرنا حضرتك، مقسمة طبعا مثلا، يعني مثلا أمراض ومرض شهير جدا مثلا زي مرض انسداد القنوات المرارية، نسبة الإصابة أو نسبة الحدوث بإصابة لكل 100,000،
إصابة لكل 100,000 يعني حالة في كل 100,000 طفل سليم، وهكذا بتتنوع بالنسبة إصابة الإصابة بالنسبة من مرض لمرض. كمعدل عام يعني الأرقام مش كبيرة. مش كبيرة لا طبعا، لأن الأمراض بالذات في الأمراض الخلقية بالذات في الأمراض الخلقية فنسبة حدوثها زي ما بقول لحضرتك يعني بتبقى مثلا الحالة لكل 100 حالة سليمة أو 50,000 حالة سليمة. طيب هني دكتور أنا بتطرق إلى مستشفى دبي، الخدمات التشخيصية والعلاجية اللي يقدمها هذا المستشفى للأطفال المصابين بأمراض الكبد، تعطينا نبذة مفصلة عن هذه الخدمات. الحقيقة بتتمتع مستشفى دبي أنها بتقدم خدمة متميزة جدا للأطفال المصابين بأمراض الكبد. تعد مستشفى دبي يعني تكاد تكون يعني هي المستشفى أو مستشفى آخر معها هم اللي بيقدموا الخدمة ديت في مستوى الدولة، وديت حاجة عظيمة جدا بتقدمها مستشفى دبي. والحقيقة مستشفى دبي وقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي في الأطفال تطور يعني عظيم في الفترة الأخيرة، وده طبعا بفضل دعم معالي السيد رئيس الهيئة والسادة مدراء مستشفى دبي والمسؤولين على المنظومة الصحية. احنا بنقدم تقريبا تشخيص لمعظم مش لكاد تكون لمعظم امراض الكبد في الاطفال الحمد لله، وبتوفيق من المولى عز وجل ان حتى يعني حتى الحالات اللي هي بنضطر ان احنا نسفرها للخارج بتيجي دائما التشخيصات مواكبة تماما ومتوافقة تماما مع ما تم تشخيصه في مستشفى دبي، وده بفضل ان احنا عندنا ما شاء الله يعني نخبة من الاطباء المتخصصين، عندنا ما شاء الله نخبة من الامكانيات العلمية والتشخيصية والاشعات ومعامل التحاليل، حتى التحاليل حضرتك النادرة التي يعني اللي احنا ممكن نكون بنفكر فيها الحقيقة هيئة الصحة بدبي لا تألو جهدا في انها تبعتها في افضل المعامل حتى يتسنى لنا التشخيص بصورة طيبة. جميل دكتور، انت ذكرت عن التجهيزات والامكانيات الطبية المتوفرة عندكم في قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى دبي، وانت ذكرت ان هذا يعني القسم يعد يعني هو مع قسم اخر من الخدمات النادرة او غير كبيره في 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 طرحها في الدوله، لكن هي خدمات مهمه جدا ويجب ان تطرح ويجب ان تقدم هذه الخدمات بشكل مميز. فهني خلينا نتكلم عن التجهيزات والامكانيات اللي موجوده عندكم. احنا حضرتك طبعا بيتمتع الاسم عندنا بان احنا بنقدم خدمات عن طريق العياده ممثله في 3 عيادات اسبوعيا، بيتميز أيضا بوجود قسم داخلي مجهز بكل الأجهزة يعني لراحة وسبل جميع سبل راحة المرضى. عندنا حضرتك قسم الأشعة ومجهز بجميع أنواع الأشعة اللي ممكن نحتاجها لتشخيص أمراض الكبد، قسم تحاليل طبية، قسم تحاليل الأنسجة وهو يعني له دور رئيسي معنا في تشخيص أمراض الكبد في الأطفال، علاوة على أن ما تملكه مستشفى دبي ويطور دائما الحقيقة بدعم جميع المسؤولين، وهي وحدة مناظير أمراض الجهاز الهضمي في الأطفال ومجهزة بأحدث أنواع مناظير الجهاز الهضمي سواء التشخيصية أو العلاجية. جميل دكتور، هني يعني قبل أطلع معاك الفاصل وبستكمل معاك هذا اللقاء، لكن عندي سؤال أخير دكتور قبل الفاصل، ما هي الفيروسات الكبدية التي تصيب الأطفال؟ تمام، هو حضرتك احنا عموما يعني لو جينا نعدد الفيروسات التي ممكن تصيب الكبد فاحنا بنقسمها إلى قسمين رئيسيين. أولا أمراض فيروسات تصيب الكبد بذاته، يعني لا تصيب إلا يعني تأتي مخصصا لإصابة الكبد، وهناك فيروسات تصيب الكبد بالإضافة إلى إصابات أعضاء أو أجهزة ثانية من الجسم، أجهزة أخرى من الجسم. طبعا عندنا بالنسبة بنتكلم الحديث هيبقى خاص بالأمراض اللي بتصيب الكبد خصيصا، وهي فيروسات الكبد ألف أو بنقول عليها إيه وبي أو باء أو بي سوري وسي ودي وإي وفي جي كمان فيروس جي، فاي وبي وسي ودي واي وجي، ولكل منهم يعني قصه ولكل منهم حدوته في اصابته طريقه اصابته لامراض الكبد. طيب يعني دائما ما يتكلمون مثلا عن
بعض الإصابات التي يتعافى غالبية المصابين منها بصورة تامة، منها التهاب الكبد أي تمام. أعتقد لكن هنالك أيضا حتى هذه الفيروسات إذا لم يتم العلاج قد تسبب إلى حدوث الوفاة، تسمون أعتقد التهاب الكبد الخاطف. فدكتور يعني شو أنجع الأساليب لمكافحة المرض هذا المرض وتحسين خدمات طيب من خلال حتى إذا كانت هنالك بعض اللقاحات المضادة في هذا المجال؟ دايما حضرتك دايما بنقول إن خير وسيلة للعلاج هي أن يعني الوقاية، الوقاية خير وسيلة، الوقاية خير وسيلة للعلاج. فطبعا أهم حاجة في كل الأمور دي إن إحنا من البداية نقي أطفالنا شر هذه الفيروسات. الفيروسات كلها اللي حضرتك اتكلمت عنها سواء أو اللي اتكلمنا عنها سواء A أو B أو C أو D أو E، الحمد لله الحمد لله يعني هو كان كلهم دلوقتي أصبح لهم علاج، كلهم طبعا بداية A و E هم لهم علاج تحفظي وبيتم الشفاء منهم يعني الجسم نفسه يستطيع التغلب دون مساعدة. أنا باخذ أساليب العلاج هذه منك دكتور، لكن بضطر أتوقف مع فاصل قصير وبستكمل معاك هذا الحديث الشيق والحديث الوقائي حقيقة مستمعينا، اللي حاب أيضا كذلك يستفيد من هذا الحوار أو عنده أي مشاركة ومداخلة نتواصل مع الدكتور إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير وما نرجع لكم. لكن قبل لا نطلع الفاصل خلونا نذكركم بس بإعلان مركز دبي للتبرع بالدم عن حاجته لمتبرعين بفصائل الدم التالية A+, A-, O+, O- وB-. على الراغبين بالتبرع توجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم بحرم مستشفى لطيفة. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. ما زلنا على تواصل معكم أعزائي المستمعين عبر برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. كنا قبل الفاصل قد توقفنا مع الدكتور ياسر كمال راشد استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي لدى الأطفال بمستشفى دبي، وكان الحديث حقيقة عن أمراض الكبد التي تتواجد عند الأطفال. تحدثنا عن بعض الفيروسات وأساليب العلاج، والدكتور يعني أنت ذكرت أن تقريبا معظم الفيروسات لها علاج، خلنا نتحدث عن أساليب العلاج. تمام حضرتك، زي ما قلنا طبعا عددناهم بيكاد يتشابه علاج الفيروس A مع E، والعلاج بيكون علاج تحفظي يعني أثناء الإصابة بالفيروس بيتم يعني عمل كل ما هو ممكن لأن نوفر الحماية والراحة التامة للمريض وبالتالي الراحة التامة للكبد نفسه، وغالبا يستطيع الجسم التغلب بمفرده دون مساعدات خارجية على هذا الفيروس. ولكن الفيروس إيه الحقيقة له تطعيم، فبننصح دائما الأطفال في سن بعد العام انهم يغزوا هذا التطعيم ضد هذا الفيروس، برغم ان هذا الفيروس ان معظم الاصابات به بيتم الشفاء منها في حوالي مثلا 97-98%، الا ان ممكن حدوث بعض التطورات الخطيرة جدا التي تؤدي الى التهاب الكبدي الحاد وممكن تؤدي الى فشل الكبدي حاد في حالة لا تتعدى 1%، ولكنها خطيرة جدا، لذلك بننصح بأهمية التطعيم. جميل دكتور، أنا أبغى أتحدث عن أعراض الإصابة بهذه الفيروسات وهذه الأمراض، شو هي أهم الأعراض اللي تطلع الواحد ممكن يعني نحن دائما نقول الوقاية خير سبيل للعلاج، ذكرنا أن معظم هذه الفيروسات لها تطعيمات قد تساهم بشكل أو بآخر في الوقاية، لكن شو هي الأعراض اللي ممكن تخلينا توجه للطبيب مباشرة؟ تمام، هو يعني حضرتك الأعراض أعراض أمراض الكبد بتبقى أعراض متنوعة وبيبقى بنقول عليها من حسن حظ المريض إن يحصل له الأعراض ديت. ليه؟ لأن هي بنقول عليها علامات نادرة بتنذر وبتدفع الأهل الطفل إنهم يبدأوا يبحثوا عن السبب.
طبعا الاعراض دي بتشمل قد تكون الاصابه مثلا لو خدناهم مثلا فيروس مثلا التهاب الكبدي A او B ودول مشهورين جدا. الاصابه منهم بتبدا ببعض الاعراض الغير متخصصه يعني غير لها ليس ممكن تكون ليس لها علاقه بان الاهل يشكوا ان ديت امراض كبد انها بتبدا باعراض زي النزلات المعويه زي السخونه زي القيء زي الترجيع. وفي هذه يعني الحالات عاده او يعني للاسف الشديد ان معظم الناس مش بتاخد بالها ان ديت ممكن تكون اصابه التهاب كبدي ولا حاجه لانها بتتشابه في جميع اعراض النزلات المعويه. ولكن الامور طبعا في حالات بنقول عليها ان في حالات بنسميها انكتيريك هيباتيتس يعني عدم وجود صفره ويحصل التهاب كبدي, وفي حالات بتبقى اكتيريك هيباتيتس اللي هو بيحدث صفره مع الاعراض الاخرى وبالتالي صفره تقصد اصفرار الجلد الصفراء وهي اصفرار العين والجلد مصاحب لها بيبقى ان البول لونه بيتغير الى اللون الداكن تمام, وساعات بيبقى مصاحب ان لون الخروج بيتحول الى اللون الفاتح كمان. فديت بتجعل الاهل الحقيقه يعني يبداوا يتحركوا ويكشفوا على الطفل حد متخصص في امراض الكبد. وديت الحقيقه بتبقى في الوقت ده حاجه مفيده لان بتجعل الطبيب يبدا ينظر لهذه الاسباب المتعلقه بالكبد. نعم, في سؤال دكتور يقول السلام عليكم حياكم الله, انا فحصت بالهند وقالوا عندي دم زياده في الكبد, بماذا تنصحون ابو فارس؟ يعني هو دم زيادة بالكبد إذا كان التعبير يعني هو التعبير طبعا طبيا يعني محتاجين التعبير الطبي أكتر, لكن هي المقصود بها هل في تواصل بمثلا ما بين شنط مثلا حاجة ما بين الأوعية الدموية في الكبد أو كده, أو هل في ورم دموي في الكبد بنسميها هيمانجيوما. هي بتختلف على حسب لو أعطانا المسمى الطبي الدقيق هنقدر نقول له بالضبط الأمور. ونحن بعد ننصح أنه يزور طبعا ولازم يعمل أشعة على الكبد لتوضيح ما هو السبب الحقيقي يعني. جميل, لكن كلمة ما فيش حاجة اسمها دم زيادة في الكبد إلا إذا كان ارتفاع يقصد بها ارتفاع ضغط الوريد البابي الواصل إلى الكبد. طيب إذا كان يقصد هذا الموضوع شو معنى؟ لا, ارتفاع ضغط الوريد البابي الحقيقة ده له أسباب عديدة, قد تكون أسباب ما قبل دخول الوريد البابي إلى الكبد, وقد تكون أسباب متعلقة بالكبد, وقد تكون أسباب ما بعد الكبد يعني في الأوردة اللي بعد الكبد. جميل. زي ما حضرتك عارف الأوردة أو عموما هي عاملة زي إذا اتقفلت فالضغط فيها بيزيد. صحيح. الضغط القفلة دي قد تكون قبل ما دخولها الكبد, وقد تكون في أثناء نتيجة حدوث تليف كبدي, وقد تكون فيما بعد الكبد. وهذا موضوع كبير, خلينا نرجع للموضوع دكتور. الموضوع في سؤال ثاني يقول هل هنالك عقاقير معينة قد يكون لها تأثير على الكبد أم أنها ده سؤال عظيم جدا. بص حضرتك زي ما احنا قلنا قبل كده الكبد هو مصنع بتاع الجسم. نعم. وهو المصفاة بتاع الجسم, فكل الأدوية اللي احنا بناخدها عادة معظم الأدوية ديت بتبقى في صورة غير أكتف اللي هي الصورة غير النشطة للدواء. طيب الدواء ده علشان ينشط لازم يروح فين؟ لازم يروح الكبد عشان يتم تحويله إلى الصورة النشطة التي تبدأ تشتغل على العضو اللي هي هتشتغل عليه. نعم. تمام؟ فمبدئيا احنا لو قلنا الأدوية اللي بتصيب الكبد تقريبا معظم الأدوية ممكن تسبب مشاكل للكبد إذا لم تؤخذ بالجرعة المطلوبة وبالإرشاد الطبي السليم. جميع الأدوية بتؤثر على الكبد بطريقة من اتنين حضرتك. في بعض الأدوية مشاكلها على الكبد نتيجة زيادة الجرعة, نتيجة إن الواحد ياخد جرعة عالية عن المسموح بها فتبدأ تعمل مشاكل في الكبد. في أدوية تعمل مشاكل على الكبد بنقول عليها idiosyncratic reaction نتيجة تفاعلات خاصة داخل الكبد. فطبعا جميع الأدوية معرضة إنها تصيب الكبد, والإصابات الكبدية النتيجة عن الدواء حضرتك بتختلف أيضا من حيث شدتها. يعني ممكن الأدوية ممكن تعمل مجرد ارتفاع بسيط في الإنزيمات الكبد ويتم الشفاء منه بطريقة بسيطة جدا وبدون أخذ أي شيء, ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات عنيفة في الكبد, ممكن تؤدي إلى حدوث التهاب وتليف وتشمع كبدي, وبعض الأدوية للأسف الشديد ممكن تؤدي إلى حدوث أورام كبدية. طيب دكتور, أنت ركزت خلال هذا الحوار في أكثر من مرة على أن الوقاية خير سبيل للعلاج, يا ترى كيف يمكن لنا الوقاية من أمراض الكبد؟ الوقاية من أمراض الكبد حضرتك أول حاجة طبعا بالنسبة لازم نعرف
ايه الحاجات اللي ممكن تصيب الكبد وازاي نقي منها. فلو اتكلمنا طبعا لازم الواحد يتاكد جدا من سلامه الغذاء والشراب اللي بيتناوله وعدم وجود المواد الحافظه والمواد الضاره بالكبد، دي حاجه. ثانيا التطعيمات الخاصه بالفيروسات مهمه جدا ان كل الناس تحرص عليها، سواء التطعيمات الاجباريه اللي هي زي الالتهاب الكبدي بي، التطعيم دلوقتي اجباري، او التطعيمات اللي بنقول عليها مش اجباريه ولكنها اختياريه، يعني الالتهابات التطعيم ضد الفيروس ايه، وخصوصا في حالات السفر الى بلاد مشهوره عنها انتشار هذه الامراض. تمام. فيجب ان الاهل يسارعوا بتطعيم اولادهم قبل السفر لهذه البلدان. كمان اخذ الادويه لابد ان يكون تحت اشراف طبي وبجرعات طبيه سليمه. الماء دكتور، طبعا الماء من الحاجات المفيده جدا لانها بتساعد على سيوله الدم وبتساعد على عدم حدوث جلطات او انسدادات في بعض الاورده او الشرايين التي تغذي الكبد. طيب أيضا دكتور، البيئة العامة نظافتها سلامتها كيف ممكن حتى على الصعيد الشخصي وأيضا على الصعيد المجتمعي ككل، كيف يمكن لنا أن نوفر هذه البيئة التي قد تقينا من أمراض الكبد؟ تمام، دي برضو يعني بشكر حضرتك على الأسئلة، فعلا ما شاء الله. يعني البيئة دي من حاجات المهمة جدا، يعني مثلا حضرتك مثال، يعني مثلا الفيروسات الكبديه بي وسي بيتنقلوا عن طريق الدم، تمام. فلذلك الكشف الصحي والحقيقه يعني انا لما تقوم به يعني هيئات الصحه في دوله الامارات الحقيقه بالكشف الدوري عن كل من لهم علاقه بالتعامل مع الجمهور بمثل هذه الاشياء، يعني مثلا الحلاقين على سبيل المثال لابد من الكشف الدوري عنهم جميعا والتاكد من سلامه المواد او الاجهزه اللي بيستخدموها في الحلاقه، لانها ممكن تنقل اصابات من شخص لاخر وتكون مسببه في ذلك في حالات خطيره. كذلك برضه بعض الادوات الطبيه والادوات الجراحيه وادوات الاسنان، كل الامور دي الحقيقه علاوه طبعا على المطاعم والجهات التي تتعامل مع غذاء المواطنين لابد من الكشف الدوري على العاملين في هذه المؤسسات وعمل فحوصات الخاصه بالامراض الكبديه المعديه لديهم. نعم، وهناك قوانين صارمه في هذا المجال في دوله الامارات. طبعا. دكتور الحمد لله. عموما دكتور انا في اقل من 30 ثانيه، اذا حاب توجه كلمه اخيره. والله أنا بسم الله يعني عايز أقول إن شايف الحقيقة يعني ما تقدمه دولة الإمارات في مجال الصحة ده شيء عظيم جدا، وما تقدمه هيئة دبي بتحديدا شيء رائع في مجال صحة أمراض الكبد. وإن كنت أتمنى أنا أرى يعني أن دبي مؤهلة لأن تخص هذه المكانة، أن يكون فيها أتمنى أشوفها يعني قريب جدا أن أشوف فيها أكبر مركز لأمراض وزراعة الكبد في العالم، وهي مؤهلة لذلك، وإن شاء الله تكون محط أنظار العالم كله في هذا الشأن. دكتور ياسر كمال راشد، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي لدى الأطفال بمستشفى دبي، شاكرين لك هذه التوضيحات وشاكرين لك هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله الله يوفقكم وإن شاء الله كل الأماني تتحقق. أشكر حضرتك يا فندم. شكرا لك دكتور. أيضا نحن ما زلنا مستمعين في نفس الإطار، إطار الحديث عن الأطفال، ما ننتقل من الكبد إلى ما ننتقل إلى موضوع خاص بعلاج النطق بقسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة. استضيف معايا عبر الهاتف الدكتور حيدر وريدان، أخصائي علاج النطق بقسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة. حياك الله معانا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. يعني فيما تبقى من وقت البرنامج خلنا نتحدث عن الخدمات التي يقدمها قسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة. أوكي. في البداية بس بشكل مختصر أحب أحيي جهودكم دائما على نشر الوعي والثقافة من خلال برامج متنوعة. شكرا. طبعا اليوم اللي هو موضوعنا عن الخدمات المتوفرة في مستشفى لطيفة لإعادة التأهيل، يتضمن عدة أشياء من ضمنها اللي هو طبعا العلاج الطبيعي بالنسبة للتوازن والحركة، وإذا كان في أي ضعف في العضلات يتم معالجتها.
عندنا أيضا العلاج الوظيفي أو المهني اللي هو يختصر على عدة أشياء معينة، مثل اللي هو التركيز على لأنه في بعض الأطفال قد يكون عندهم تشتت، ويساعد الطفل إذا كان يكتسب المهارات اليومية مثل فرضا مثلا فك الأزرار، كيف يمسك الكتابة، الأشياء اللي هي المهارات الدقيقة. فطبعا هو مجالهم واسع كثير، بس من ضمنهم. وأيضا في عنا الاستشارات النفسية، وأيضا موجود عنا اللي هي الأطراف الصناعية أو الجبائر، وفي أيضا اللي هو علاج النطق أيضا متوفر اللي هو اختصاصي. طيب نحن نتكلم اليوم عن علاج النطق بالتحديد دكتور، يا ترى ما هي الأسباب المتعددة لتأخر النطق عند الأطفال، وفي أي سنة يتم أو يجب علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور الخاصة بالنطق؟ يعني هل في عمر معين لاكتشاف مثل هذه الأمراض؟ في عنا مؤشرات من البداية، حتى من بداية الولادة مؤشرات قد تساعدنا أنه نكتشف أنه الطفل بحاجة إلى نسموه التدخل المبكر. نعم. كمثال لو كان الطفل عنده لا سمح الله عنده مشاكل سمعية فلازم يتم معالجتها مباشرة. طبعا هو عبارة عن فريق طبي مش فقط أخصائي نطق. كمثال إذا كان الطفل بحاجة إلى زراعة قوقعة، فطبعا اللي هم دكاترة الـ ENT يكونوا مسؤولين، وعندنا أخصائيين السمعيات إضافة لمعالج النطق. فنحن كتيم متكامل نساعد بعض، مكمل دورنا مكمل لبعض. إذا كان الطفل فرضا عنده من الولادة كان لا سمح الله عنده شلل دماغي، من خلال اللي هو الكشف MRI ممكن يتضح إذا كان في عنده منطقة المسؤولة عن النطق قد يكون فيها أضرار أو تلف الخلايا. في عنا أنواع السندروم بجميع أنواع، طبعا أشهرها اللي هو داون سندروم فرضا. فعنا في مؤشرات موجودة أن الطفل نسبة الأكبر أنه قد يتأخر في النطق، فغلط أن نحن نستنى لحد سنتين نشوف إذا الطفل يتكلم أو ما يتكلم. لا، الأفضل من البداية نبتدي نشتغل على اللغة اللي هي الاستيعابية اللي هو الفهم والإدراك، مو شرط اللغة التعبيرية أول. أنا دائما حرصي الأساسي كأخصائي علاج نطق أن يكون الطفل موجود عنده اللي هو الفهم والإدراك، لحتالي ممكن ننطلق من المخزون الموجود. مجرد انطلق لسان الطفل فهو ما حيبتدي من الصفر، حيبتدي يكون عنده حصيلة لغوية كبيرة وفهمه لعدة أشياء، مفاهيم لغوية، فهالشيء يعني يساهم بأن الطفل يتطور عنه. جميل دكتور، هني أنا بنتقل لدور الأهل في البرامج العلاجية في هذا المجال. شو أهمية دور الأهل وشو الأشياء المفروض لازم يسوونها لتحسين برامج العلاج؟ أكيد. طبعا من خلال الجلسة يعني دائما نحن نحرص كأخصائيين نطق في نهاية كل جلسة يتم إعطاء يعني نعطي صورة واضحة عن ما جرى خلال الجلسة، وشي البعض يعني الأشياء اللي نحن نحفز الأهالي على أنه يستمروا لأنه يتمكن الطفل من المعلومات اللي أعطيناهم إياهم. كمثال لو أنا اليوم علمت الطفل على أنه يعرف مثلا كيف يكون شبه جملة فرضا أو جملة، فلازم دور الأهل خلال الجلسة لغاية الجلسة اللي بعد منها مباشرة خلال فترة أسبوع فرضا أن يكون تم تدريبه على كيف أنه يركب الجملة بشكل سليم. جميل. هي من ضمن الأشياء. طبعا الأهل عندهم يعني عندهم أفضلية حتى أو شيء بالوقت المتاح لديهم أكبر من الأخصائي، هي واحد. اثنين أيضا العلاقة التي تربط بين الطفل والأهل، أي شيء يعني عامل الخوف ما بيكون موجود، فلازم الأهل أيضا يستغلون هالشيء. وأيضا العامل أيضا مهم جدا خلال الجلسة، أحيانا قد يأتي الطفل إلى الجلسة يكون مزاجه متعكر أو لا سمح الله يكون الطفل مريض، فبكون استجابته للجلسة بكون ضعيفة. بينما الأم خصوصا عندها متسع من الوقت، فممكن تختار الوقت المناسب خلال أسبوع كامل وتركز على بعض الأشياء أو الجزئيات التي حرص عليها أخصائي النطق أو وصى فيها. نعم دكتور، كم يا ترى عدد المستفيدين من الخدمات اللي ذكرتها في بداية هذا اللقاء؟ والله تقريبا حاليا ما عندي يعني رقم دقيق، بس أتصور بالحد الأدنى اللي هو نحن في عنا قسمين، عنا قسم يسموه الانبيشن والاوتبيشن، بس بالحد الأدنى الاوتبيشن في عنا حوالي تقريبا لا يقل عن 8000 مراجع ما شاء الله بالحد الأدنى. بس لو حبيت راجع مرة ثانية مع رئيس القسم أعطيك الإحصائية. نحن نسأل بس عن الأرقام هذه كمعدل عام دكتور، على أساس الجمهور يعني يعرفون حجم الضغط اللي موجود عندكم إذا كان هناك أكيد لا شك موجود.
ونطمح إن شاء الله بإضافة عدد أخصائيين أكثر سواء في مستشفى لطيفة أو غير المراكز الحكومية المتوفرة، حتى يعني طبعا هو تخصص نادر ومطلوب وأهميته لا تقل عن أي تخصص ثاني. فنطمح إن شاء الله في المستقبل دولة الإمارات توفر الجامعات للتخصص هذا، لأن فعلا الدولة بحاجة لهالشيء هذا. جميل دكتور، يعني إذا ما نتكلم كذلك عن الأمراض الأخرى التي أو الأعراض الأخرى التي يمكن أن ينتبه لها الأهالي في حالة ما كانت هنالك بعض المشاكل الجسدية، منها يعني أن الطفل سمع سليم وأمورك الأمور العضوية تماما عنده سليمة، لكنه ما يتكلم أو أن النطق عنده خاطئ أو مخارج الحروف ما تأتي بشكل سليم. عادة مخارج الحروف يعني من ضمن الأشياء اللي مفروض الأهل خصوصا مخارج الحروف أكد عليها، أحيانا يسموه التعود الخاطئ، ينتج على أنه يثبت طريقة نطق الحرف بشكل أوتوماتيك بشكل خاطئ. حتى يتسنى للأهل اللي هو عكس هالشيء لازم أو شيء ما يشجعوا، مثلا كمثال لو أنا شافوا طفل يتكلم بطريقة معينة تكلم فلبيني دكتور، تشجيع الخاطئ للأسف عرفت لي يقولوا الولد يعني يتكلم بشكل أنه دلوع أو شيء يعني بهالمعنى لو بدلوع يتكلم فلبيني ولا يتكلم هندي ما تدري فأكيد يعني أيضا فضروري جدا يتم خصوصا لما يكون في البداية صغيرة سنتين، لازم أن ندارك لأمور أنه دائما لما نتكلم مع الطفل نتكلم بشكل طبيعي مثل ما نتكلم مع بعض كالكبار، أساس نكون نحن قدوة للطفل بحيث أنه يكتسب مخارج الحروف بشكل سليم. أيضا بالنسبة لمخارج الحروف لازم أيضا يشوف إذا كان الطفل فيه، أحيانا في بعض الأطفال قد يكون عندهم ربطة تحت اللسان عرفت عليه، الربطة لها دور أيضا تأثر على مخارج الحروف. وأيضا الأسنان أحيانا في بعض أحيانا المراجعة الدورية للأسنان أيضا يعني تأثر على مخارج الحروف. صحيح صحيح. فهذا اللي أنصحه للأهالي أنه ينتبهوا للأمور هاي. أيضا في بعض المؤشرات غير الجسدية مثل ما قلت، مثلا التشتت، الطفل كثير سرحان تشتت، ما في عنده تواصل بصري. أنت تعرف حاليا أكثر شيء منتشر في الفترة هي اللي هو التوحد، فلازم الأهل يكونوا جدا يعني منتبهين. أنا ما عم أقول كل إنسان ما أو كل طفل ما عنده تواصل بصري عنده يعني مش بالضرورة أن يكون عنده توحد، بس لازم نكون أيضا كأهالي لازم نكون حريصين ننتبه ومباشرة نستشير الأخصائي في حال لو كان عندنا أي شكوك. جميل دكتور، في الختام تبغي توجه كلمة؟ والله دائما أحرص خصوصا الأم، يعني رسالتي للأم، الأم دائما إحساسها يعني في معظم الحالات اللي مرت علي خلال 20 سنة من خبرتي دائما إحساس الأم في محلة في يعني في معظم الحالات اللي مرت علي. فإذا كان الأم عندها إحساس أنه ولده متأخر ما تسمع لأي حد ثاني تستشير الأخصائي، لأنه دائما يحبطون الأم ويقولوا لها لا أنت تبالغين أنت، لا هذا كلام للأسف كله كلام يعني مطبط للأم محبط للأم، ودائما تكتشف الأم في النهاية أنه هي الصح. إحساس الأم هو أكبر مؤشر لأن هي أكثر إنسانة تحس بولدها. فنصيحتي للأم إذا كان عندك أي تردد سواء في علاج النطق أو غير علاج النطق رجاء أنك ما تتردد. دكتور حيدر وريدان، أخصائي علاج النطق بقسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. العفو. شكرا دكتور. إذن مستمعينا نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. حقيقة في الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر لكل الأشخاص اللي شاركونا في هذه الحلقة، لكن قبل لا أختم إذا تسمح لي مخرجنا بس التنويه الخاص بالتبرع بالدم، حيث يعلن مركز دبي للتبرع بالدم عن حاجته لمتبرعين بفصائل الدم التالية: A+ A- A- O+ O- و بي ماينس. على الراغبين بالتبرع التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة. المركز يعمل من الساعة 7:30 حتى الساعة 9:00 مساء. نتمنى منكم المشاركة والتبرع بالدم، وحقيقة لا أملك إلا أني أتوجه بالشكر الجزيل لمخرجنا محمد الصفار على سعة صدره، وأيضا الشكر الجزيل لكم
مستمعينا على التواصل وعلى حسن الاستماع. كان معكم محمود يوسف، وحتى نلتقي إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، وعندنا مفاجآت قادمة إن شاء الله الأسبوع القادم، فابقوا معنا دائما على السمع، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.